كما شدد الرئيس السيسي على أن أزمة الدولار كانت كاشفة، وأظهر ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهداف التصدير. وأوضح الرئيس السيسي أن القطاع الحكومي يعمل على إنجاز كل ما يمكن إنجازه في أسرع وقت لخدمة المستثمرين والاستثمار بشكل عام. موضوع أزمة الدولار كاشفة يا جماعة، وبتقول لنا إن إحنا لابد إن إحنا الفاتورة بتاعت الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ومش بتجاب بيها سلع ترفيهية. ده تطور للاقتصاد المصري يا دكتور مصطفى، والتطور ده إن ما كناش إحنا نقدر نسابق الوقت ونحقق إن جزء منه يتحول لفرصة لينا، بإن أنا أنتج جزء كتير أو جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من بره، منها أزود الناتج المحلي، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، منها إن أنا أشغل عمالة مصرية، أشغل ناس في مصر. ثم الحاجة التانية، طب ما دي في عوايد لل يعني للضرايب والكلام اللي هو اللي ترتب على التشغيل يعني. وبعدين أنا ما بقولكمش أبدا في أي مشروع دلوقتي استهدف التصدير بس، لا، استهدف إنك تغطي الطلب في مصر.